معلمي العزيز، أرجو أن تكون بخير. بالرغم من حرارة الجو المرتفعة هنا، فنحن الثلاثة هنا، أنا ولولي ومشمش، نقيم في فندق للمصطفين مع عمي أعلى جبال كابور. وسوف يحضر عمي المؤتمر العالمي لتنمية طاقة المستقبل، وهو مشغول يوميا، ولكن ليس لدي شيء أفعله، وإني أشعر بالملل يوما بعد آخر. والشيء الوحيد المثير الذي حدث في هذا الفندق هو ولد غريب حضر ليلعب ذات مرة. ها؟ ذلك الولد ثانية؟ يا هذا، أتريد أن تركب هذه السيارة؟ أراه فيها لا يقول كلمة واحدة ويجري بعيدا، إنه غريب جدا. ليس لدي ما أكتبه أكثر من هذا، ولكني أتعجب من هذا الولد. ما هو سر هذا الولد؟ لابد أن أعرف. إن ذلك الولد موجود هنا. أين؟ على الشجرة. فعلا لقد كتبت خطابا عنه الآن. لماذا لا تنضم إلينا؟ سنكون أصدقاء. ربما يشعر بالخجل. أهذا هو السبب؟ كفى أسئلة يا كوكي، ولنكن أصدقاء من الآن. معك حق، إنه ماهر جدا يا كوكي. أرأيت كيف أنقذ مشمش؟ فعلا لقد رأيتك تقفز، لقد كان شيئا رائعا. لم يكن شيئا غير عادي يا هذا. ما رأيك في أن نكون أصدقاء من الآن؟ بالمناسبة، ذلك الذئب الأبيض الذي كنت تتحدث عنه. أيها الأحمق، لا تتحدث بصوت عال، نحن لا نريد أن يعرف هذا أي شخص. ما رأيك يا تيمو أن تحدثنا عن تلك الأسطورة؟ لا مانع. الجبل الذي يقولون إن الذئاب البيضاء تعيش فيه هو جبل القمر الكامل. القمر الكامل؟ والقمر الكامل يبدو أكثر جمالاً من فوق الجبل. ويقولون إن العديد من الذئاب تخرج من هذا الجبل في ليلة اكتمال القمر، ويقال إنه يوجد ذئب أبيض واحد بين المجموعة. هل حكاية الذئب هذه حقيقية؟ إذا تم لنا صيد هذا الذئب ذي الفرو الأبيض، سوف نجمع ثروة كبيرة ونصبح من الأثرياء. لابد من اصطياد ذلك الذئب.
لك شاحب الوجه، هل هناك شيء يزعجك؟ لم يعد باستطاعتي أن أراكم بعد الآن. ها؟ انتظر، هل حدث شيء منا أذى مشاعره يا كوكي؟ لقد تغير وجهه بعد سماع قصتهم. انظر لهذا يا كوكي، إنه شعره بالفعل، ولكن لماذا يوجد مثل هذا الشعر هنا؟ إن كوكي يتكلم كما لو كان الولد الرجل الذئب. أيوجد رجل ذئب؟ لقد اكتشف الرجال الذئاب منذ زمن بعيد، وقد كانوا في الأصل ذئابا، ولكن كانت لهم قوى طبيعية خارقة تمكنهم من التحول إلى رجال. أعتقد أن القصة التي سمعتها هي مجرد أسطورة شائعة، فلا يمكن وجود ذئب أبيض على قيد الحياة. ذئب أبيض؟ لم يعد في استطاعتي أن أراكم بعد الآن. ها؟ عمي، سأتحقق من شيء. إلى أين أنت ذاهب يا كوكي؟ أكثر من مرة ألا تغادر الجبال، فلماذا رحلت اليوم؟ كنت أبحث عن صديقي لي يا جدي. صديق؟ انظر، إنني الولد الوحيد في هذه القرية. فكر فيما سأقوله يا ولدي، ماذا يحدث إذا أدير كثير من الناس بسبب غلطة واحدة تفعلها؟ أريدك أن تعلم أنني لا أعاقبك لأنني غاضب منك، إننا جميعا مهددون بالخطر. أعلم هذا يا جدي، أعلم. يا كبيرنا، تام قد عاد قبل غروب الشمس ولم يتأخر، فلا داعي لهذا التأنيب. أعتذر لكم عن أي متاعب حدثت، لكن شكرا لهذا الطفل لأنه أخبرنا أن الآدميين في المدينة قد خرجوا للبحث عنه. أريدكم جميعا أن تحذوا حذوه. أمرك. سامحني يا جدي، سامحني. إنها كوكي صديقي. مرحبا يا تومو. كوكي، ما الذي أحضرك هنا؟ لقد كنت قلقا عليك، ولهذا جئت. تومو، كيف عرف مكاننا؟ جدي، إنه لا يطاردنا يا جدي، ولا يعرف شيئا عني. لا يعرف؟ ما الذي يطاردونه؟ ليس هذا من شأنك. ولكن جدي، إن كوكي صديقي، ويمكنك أن تخبره عن ذلك الأمر. كلا، وحتى لو كان صديقا فإنها مسألة حياة أو موت للجميع. يا كبيرنا. ها؟ يا كبيرنا، يا كبيرنا، هناك ثلاثة رجال فوق الجبل يطلقون النيران. ماذا؟ جدي، ربما يكونون من أخبرتك عنهم. فلنذهب لنرى. آسف يا كوكي، جدي لا يثق بأي إنسان مهما كان. ولكني صديقه. لا بأس. أطلقوا مزيدا من النيران، لا بد أن الذئب الأبيض هنا في مكان ما. عندما يظهر لا تقتلوه، اقبضوا عليه حيا.
توقف، ماذا تفعل هنا؟ كما ترى بنفسك نحن نطلق النيران. هذا العجوز بإمكانه أن يخبرنا أين الذئب الأبيض. فكرة حسنة أيها العجوز، إذا كنت تعلم أين الذئب الأبيض أخبرنا بمكانه. ذئب أبيض؟ نحن لم نرى ولم نسمع عنه من قبل. لا تخدعني، أنت تعيش في هذه المنطقة ولا بد أن تعرف. سوف نرغمه على الاعتراف. اختبئوا جميعا. سأقتلك أيها العجوز إذا لم تخبرنا أين الذئب الأبيض. أنا قادم. توقف. سوف أحطمه لك هكذا. سأقتلك أيها الصغير. لا أستطيع الصبر على هذا. سوف أعالجك، تجلد، انتظر تماسك. ها؟ 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 إنه ذئب. لقد تأخر كوكي كثيرا، ماذا يفعل يا ترى؟ إني قلق على كوكي ولا أدري ماذا أفعل. لقد اكتشف أمرنا أخيرا، ولكنك لا تبدو عدوا لنا لأنك قمت بمساعدتنا. سأخبرك الحقيقة يا ولدي، نحن رجال ذئاب. وما هي قصتكم؟ لقد أتينا جميعا من وطننا كوكب فاراس ذي الأجراس. كوكب فاراس؟ منذ 2000 عام مضت كنا نعيش في حضارة راقية آمنة، وحدث ذات يوم وعلى غير انتظار حدث موقف غريب. اصطدم كوكب شارد بكوكبنا، وقد رحل أجدادنا الذين نجوا من الكارثة في رحلات بعيدة، وسرعان ما انتشرت الذئاب من فصيلتنا في جميع الاتجاهات في الفضاء اللانهائي. وقد اكتشفت الأرض 2 من سفن الفضاء، وقد هبطت إحدى هذه السفن هنا فوق هذا الجبل. ولم يجد أجدادنا مكانا يعيشون عليه، ولهذا فقد قرروا أن يعيشوا على هذا الجبل. رجال الذئاب الذين وجدوا في كل مكان في العالم كانوا من أفراد عائلتك. نحن نعود إلى شكل الذئاب في ليالي اكتمال القمر فقط يا بني. كوكي، عدني أنك لن تخبر أحدا عنا، وفوق كل اعتبار أريد أن يعيش تامو في سلام على الأقل. لا تقلق، أعدك أنني لن أخبر أحداً عن تامو أو عنكم. يا كبير أنا، لقد عاد الرجال الثلاثة. ماذا؟ ومعهم إنسان آلي ضخم. أيها الجن، دع هذا الأمر لي وسوف أتصرف. هذه مشكلتنا نحن، ولا يمكنني أن أترك الأمر كله لكوكي بمفرده. سأذهب معك. سوف أجبر هذا العجوز لكي يخبرنا أين مكان الذئب الأبيض. نحن سعداء الحظ لأن القمر مكتمل الليلة وسنرى الذئب الأبيض. إنه هنا.
لماذا تقف في طريقنا أيها الصغير؟ لا يحق لكم أن تأتوا هنا، والآن عودوا من حيث جئتم. لن تعاملنا مثل ما فعلت في الصباح، والآن تخلص من هذا الولد. أنا وسوف تتغلب علي. كوكي حان دورنا في القتال. إذن فهذا العجوز ذئب. إنه هو، إنه الذئب الأبيض. جدي كما يسوءه، يبدو أن طاقته قد نفدت. جدي ابتعد يا تامو واحترس. أنا قادم. هوبا هوبا. يبدو أن الأمر قد انتهى ولن يعود. هل أنت الوحيد المتبقي؟ أجل اسمع يا تامو، بعد أن أموت تعال هنا في ليلة اكتمال القمر والعب بهذا الناي حتى نستطيع أنا وأنت أن نتحدث طوال الليل. لست وحدك، ما رأيك أن تعيش كرجل قوي يا تامو؟ الوداع يا بني. جدي. أبي. إذن أسطورة الذئب الأبيض الفضي قصة حقيقية. جدي جدي. شرفتمونا بزيارتكم وأرجو أن تعودوا مرة أخرى. شكرا، لقد تمتعنا بالإقامة هنا. كوكي هيا. ها؟ كوكي إنك تفكر في تامو، سيكون على ما يرام. إني واثقة أنه سيتدبر أموره.
إلى اللقاء. تامو كوكي، وداعا يا كوكي. وداعا. كوكي، أعدك أنني لن أيأس أبدا. إن جدي سيراني دائما، وسأفعل ما بوسعي لأحقق آمال الذئاب الراحلة.